زي ما حضراتكم كده تابعتوا، وخليني أقول بمنتهى الصراحة علامات الاستفهام اللي كانت موجودة عند الناس كلها امبارح. وبعدين هل التزامن ده بتاع حرائق الكنايس هو صدفة؟ هل الماس الكهربائي ومن غير ما نوجه اتهام لأي حد ما بيحصلش غير في الكنايس؟ هل الكنايس كلها عندها مشاكل في وصلات وأسلاك الكهرباء ومولدات الكهرباء في القاهرة وفي المنيا وفي الأحياء الشعبية وفي كنيسة قديمة قعدنا نقول إنها شبه البيت أو هي أصلا عبارة عن بيت، فالأوضاع زمان كانت مخلية الكنيسة كده، هي نفس المشاكل ونفس مشاكل الكهرباء موجودة في مدينة جديدة زي المنيا الجديدة وكنيسة عمرها لا يتعدى الخمس سنين، كل حاجة فيها جديدة. وطبعا بشهادة أو بكلام سيدنا الأنبا فام وأباء الكنيسة وخدام الكنيسة والصور اللي حضراتكم شفتوها، كل حاجة جديدة. وفي نفس الوقت الكهرباء أصلا كانت مش شغالة، لا في أحمال ولا في كهرباء ولا في تكييفات ولا في أي حاجة خالص. واليوم اللي قبله كنيسة الأنبا موسى الأسود، وقلنا الحمد لله أصله برضو ماس كهرباء بس ما فيهوش إيه، ما فيهوش إصابات. الصدفة إيه؟ أنا مش عارفة الحقيقة. ماس الكهرباء وصلات الكهرباء والحرايق والمختلة عقليا بتاع زمان كلهم نفس السلك اللي موصل على كل الكنايس؟ علامة استفهام. بنتمنى الماس الكهربي يعني معرفش نوصل له بقى ولا نعاقبه ولا نجيبه نحقق معاه نقول له ماله مال الكنايس اليومين دول، يعني فيها ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل ده يعني؟ بالمناسبه كنيسه الانبا بشويب في المنيا الجديده، الكنيسه نفسها جديده، المنطقه نفسها منطقه من المناطق المتطوره، يعني مش منطقه مثلا تعبانه وكده، وممكن اصلا يكون الكابلات ده طبعا ده كنيسه الانبا بشويب المنيا الجديده، المنطقه نفسها كلها جديده، يعني زي المدن الجديده عندنا في مصر زي التجمع وشبه العبور وشبه المناطق الجديدة يعني. فالمنطقة جديدة، الكنيسة جديدة، كل شيء فيها جديد. يحصل ماس كهربي على زي ما هم قالوا، مش زي ما هم قالوا، زي ما بعض الناس حابين يقولوا يعني، بدون ما يبقى في أي أحمال على الكهرباء. سبحان الله، يعني ولا كانت تكييفات شغالة ولا كانت مراوح شغالة ولا كان في أي حاجة شغالة، بس إيه الكهرباء زعلت كده مرة، يعني الكهرباء مرة واحدة كده زعلت وقالت لا 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 أنا زعلانة، حتى لو ما فيش تحميل أنا هنفجر دلوقتي، وراحت انفجرت. الحين يعني وفي وسط كلامي أنا عايز أحيي نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا والمسؤول عن المنيا الجديدة على شجاعته، على لبقته، على كلامه المتزن جدا جدا جدا. سيدنا ما انساقش وراء الكلام اللي بيتقال، وقال احنا بننتظر التحقيقات. سيدنا وضح الامور امبارح على شاشه سي تي في في اكتر من مداخله هاتفيه، وقال ان ما كانش فيه اي احمال، ما كانش فيه، ما كانش فيه، ما كانش فيه. لكن في كل ده انا عايز اقول على حاجه بس، انا يعني امبارح طول اليوم بقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب. ليه شكرا يا رب؟ لاني لما اقول لك ان كان في اكتر من 250 طفل بيعملوا كرنفال في الكنيسة وربنا نجاهم من المصيبة دي امبارح، انا كنت بتكلم مع حد يعني فبقول له احنا كنا هنشوف يعني حاجة يعني اسوة بمدرسة بحر البقر كده في الايام الحرب. انت بتتكلم في 250 طفل، 250 طفل ده ممكن يكون تعداد مدرسة باكملها. نشكر الله ان هو لم يعني الاطفال خرجوا والحادث تم دون خسائر بشرية. انا يعني مرة تاني بعيد ان ولا يعني اي خسائر مادية ولا ضفر عيل من العيال، ولا الخسائر المادية كلها. الكنيسة دي هتتبني وتبقى احسن منها وهنعمل احسن منها، البلاط ده نعمل احسن منه، السقف ده هنعمل احسن منه، لكن الروح ما تتعوضش. فانا بس بقول يعني هل في شبهة جنائية؟ برضو انا يعني برضو احنا لا ناكد ولا ننفي، بس احنا عايزين نعرف الحقيقه، يعني عايزين نطمن قلوبنا ونعرف الحقيقه. هل هي صدفه ان الكنائس عماله تتحرق في وقت واحد؟ مش عارف.